طيب شو الأغذية اللي ممكن تزيد المناعة بما إنه جاي الشتاء أغذية تزيد وجايتنا المناعة صح كده؟ كورونا مرة ثانية؟ أي يعني إيه الأغذية اللي تزيد المناعة ضد الكورونا صح كده؟ أي صح. تمام. إما أجي أتكلم مثلا وليكن عن الأغذية اللي تزيد مناعة الجسم، نتكلم أول حاجة عن الخضروات داكنة اللون. ما نيجي نتكلم عن الخضروات داكنة اللون يعني الخضروات اللي لونها أخضر. طب إيه هي الخضروات اللي لونها أخضر؟ زي الخس، زي الجرجير، زي الكرفس، زي البروكلي، زي الشبت، زي البقدونس، زي الفجل، زي الرجلة، زي الكابوتشا. كل الحاجات ديت الخضروات داكنة اللون ديت من أفضل الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها علشان تزيد مناعة الجسم. ايه تاني؟ ما يجي نتكلم برضو نتكلم عن الفواكه بصفة عامة طبعا تزيد مناعة الجسم، لكن خلينا اتكلم بشكل خاص كده شوية عن بعض حاجات بنسميها السوبر فود او الأغذية اللي يعتبر من الأغذية القوية جدا اللي ممكن تزيد مناعة الجسم. ما نيجي نتكلم عن حاجة لمناعة الجسم قوية جدا، نتكلم عن الثوم. الثوم يعتبر من أفضل الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها بشكل يومي في طبق السلطة أو نستخدمها بشكل يومي لزيادة مناعة الجسم. طب الثوم ده يعني الثوم، هل الثوم بس يعني؟ لا، أنا قلت في طبق السلطة. الثوم ده لو اتاخد في طبق السلطة، أنا دايما بتكلم عن طبق السلطة خماسي الألوان. طبق السلطة خماسي الألوان ده بتكلم عليه جيش مناعي قوي ضد أي مرض، مش بس كورونا، ضد أي مرض. ايه هو الـ طبق السلطة؟ خلينا اقول بشكل من سريع شنو من دلوقتي يلا، تتكون؟ اللي هو مثلا اللون طيب اللون الابيض زي الثوم والبصل، اللون الاخضر زي الخس والجرجير، اللون الاصفر زي الليمون والفلفل الاصفر، اللون الاحمر زي البنجر او الشمندر، اللون البرتقالي زي الجزر. لو قدرنا ان احنا ناخد طبق سلطه خماسي الالوان فده طبق مناعي قوي ضد اي مرض في الوجود. ده طبق الدكتور احمد عطيه دهشان بس كده. لو دي فنتكلم عن الاغذيه اللي تزيد مناعه، لو خدنا طبق السلطه مع كل وجبه احنا بناكلها، لو خدنا مثلا وليكن لو خدنا طبق السلطه ده زائد الخضروات داكنه اللون اللي احنا قلنا عليها بشكل يومي، فاحنا كده بنضمن نفسنا ان احنا عندنا جيش مناعي قوي ضد اي مرض.